السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمحل أحذية بميدان المحطة بمدينة بنها، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون وقوع خسائر بشرية الحمد لله، وتولت النيابة التحقيق. إلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد إن شاء الله استنوني وحصري أول مرة تسمعوه. فياريت التشجيع منكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يصلكم كل خبر جديد، وإلى اللقاء.